السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini akan melakukan murojaah bersama Ustazah Nanem. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan juga kita semua para pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai murojaah pagi hari ini bersama Ustazah Neneng Herlina. Kepada Ustazah, tafadhali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, tadi sudah dibuka ya sama Teh Anjani. Kita akan mulai murojaah kita. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله عليهم ولا الضالين آمين. آمين. Kita mulai peserta yang pertama, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 11 sampai 24 insya Allah. 11 sampai 24. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا لَا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. Ya, وإذا keliru keliru, lagi. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا
إنا معكم إنما نحن مستهزئون. عليكم السلام. اللهم يا أستاذة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء ولهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kita sambung ayat dulu, Mi. Kecil suaranya, bentar. Sudah lebih jelas? Dari ayat 11 ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الحمد لله، خلاص الله العظيم، الحمد لله، جزاك الله خيرا أستاذة. جزاك الله خير، خلاص ya بس minggu depan بس بسا dilanjutkan. طيب أستاذة، Silakan selanjutnya. ya saya أستاذة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah? Suaranya kedengaran Ustazah, suaranya agak serak-serak batuk, mau batuk. Ya, Jelas, boleh. jelas, jelas, jelas ya. Ini yang surat Nuh apa yang surah Al-A'raf? Oh, surat Nuh. Surat Nuh, ya, silakan. 1 sampai 20. Oh, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم إسرارا فقلت استغفروا
Ulangi. Wa as dari mana? Ulangi yang ayat 9 tadi, summa ini. Yang mana Zah? Ayat berapa? Yang Dari mana? summa ini. Summa ini yang pertama ya, sum yang pertama ya. Iya, yang ayat 9. Sumba ini. Summa ini gimana Zah? Gimana? Sumba ini a'lantu lahum. Mulai dari situ. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله جعل لكم سلا يا زين Allah. والله أنبت aduh kayaknya ada kacau nih ulang dari apa ya dari Nah, belas tadi alam ya boleh. Zaya Boleh. Boleh dari alam ah taruh. Ya, terserah dari mana coba. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أم أستغفر الله والله كنت jadi lupa ya jadi ulang ya Wallahu ambatakum. Ya, Allahu ambatakum. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Ini situ ya. Gitu ya. Coba yang ulang yang tadi dari alam tarau. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ulang dari situ. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Ya. Kita sambung ayat dulu. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع. سبلومية بلان ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Instagram. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Ya, selesaikan. Sampai selesai. Sampai 20. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Cukup. Udah selesai kata? Sini sampai Oh ya. 20. Ya. Nah, sebenarnya Oh aku iya di ya, nggak terasa. ayat-ayat terakhir itu ya, di ayat-ayat Iya. terakhir bisa disambung sampai selesai itu ya. Sudah dari awal ya saya. Ya, dari awal.
Sampai Ya, Insya terakhir Allah. ayat 28 itu. Salah. Ya, Insya Allah, Zah. Ya, syukron jazakillah khair, Ustazah, koreksinya. Syukran wa jazakillah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Saya Ustazah Fatimah, Ustazah. Oh iya, ala ya, surah ala lah. Iya, Ustazah. Ya, Mohon silakan. koreksi bimbingannya, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa Apa nih? sanuqri'u. Satu ayat yang kelewat. Ulang lagi dari awal. Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi akhrajal mar'a. Itu kelewat ayat tiganya. Oh, iya ya Ustazah. Afan. Ya, walladhi qaddara fahada. Ayat tiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru walladhi akhrajal mar'a. Baru situ. Ya, Ustazah. Ya. Ulang lagi ya. Ya, Ustazah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'atiz zikra. Sayazzakkaru man yashaa. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا والآخرة خير وأبقى ثم لا يم Ah, bukan. Keliru. يا أستاذة Ulangi. Ulangi dari wal akhiratu. والآخرة خير وأبقى لagi يا أستاذة ya kok jadi kebleng ya. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يا أستاذة Ulang dari itu. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ulang dari ayat 16. bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fis suhufil ula suhufi ibrahim wa musa. Ya, kita sambung ayat dulu. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غشاء
an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakir in nafa'ati dhikra Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkar Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa Thumma la yamutu fiha. Afwan Keliru Afwan wa yatajannabuha al-ashqa Alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sekarang gantian, diulang ya, Umi duluan. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ماديا فجعله هو يمن فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ya Alhamdulillah khalas bisa lanjut surat untuk minggu depan ya insyaallah Bebas ya Ustazah. ya bebas bebas hafalan yang bebas terserah Umi mau surah apa Ya, insyaallah Ustazah. Ya. Syukron jazakillah khairan katsiran Ustazah. ya Atas sama-sama bimbingannya. ya, silakan lanjut Tianjani terakhir ya dan Ustazah mohon bimbingannya masih di Al-Waqi'ah ya Zah. Ya, menyelesaikan surat Al-Waqi'ah ya. Insyaallah Zah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه صلى الله
Benar ya, Zah? Ya, ulang lagi. Kalau ragu, ulang dari antum ya. A'antum tahluqunahu am nahnul khaliqun? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laj'alnahu law nasha' law nasha'u ja'alnahu ujajan. Lau nasya. Ya, ulang dari yang 64. Antum tahu nahu an A'antum tazra'unahu am nahnu am nahnu أم نحن الزارعون زارعون يا أصفر إزاي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون لا آه. ألف لا جعلناه يا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه نعم أجاجا masih melekat itu di hafalannya ula ja'alna ula la ada la لو نشاء أولا جعلناه la ja'alna حطاما تفكرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون جدي لفا apa استغفر الله بتقول زح ulang lagi dari mundur dari satu ayat sebelumnya boleh coba dari balik walaqad 'alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laj'alnahu qaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي لكن تورون يا لا لكن أنتم لكن أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن هذه يا ya زه bukan yang dari situ يا مانا زه ya ulang yang dari 64 tadi yang ada kelirunya tadi ya yang ada sebelum launa sya'al ulang lagi dari itu a'akum tazra'unahum am nahnu zari'un coba ulang lagi dari situ. 64 64 قد أنتم مشتاقون Nih, saya baca dua ayat sebelumnya ya. Nanti lanjut ya. Saya baca dua ayat sebelumnya.
يا ده ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنذرتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بلد لا جزء. لجد لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق صدق. Ya, kita siap lanjut sambung ayat ya. Siap ya? Siap. Berarti. Kamu lihat Ustazah. Ya, siap ya. Semoga dimudahkan ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة الرافعة. إذا رجت الأرض رجا.
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المصأبة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يطلعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها ولا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب الميت وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن فجعلناهن أبكارا قرباً أقرابا لأصحاب اليمين من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا Suaranya agak jauh ya. Lagi sebentar. Ulang ya.
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أوآباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تحرثون؟ ها كليرو أفرأيتم تقولي ده أفن يا أيتم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما بukan تحرسون يا ده. أفرأيتم أفرأيتم ما تمنون يا ده. أمم أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ulanya ula unya bad ya lagi walaqad ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم تزرعونه أم نحن صلاح؟ لا أفهم بعيد لاني ده. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع
syai'in muju. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadha al-hadithi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Walaula إذا بلغت الخلقون. وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق قل يقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. جبنا وده يقين كه؟ Belum sih, jatuh tengah-tengah masih suka terbalik. ya tengah-tengah ya masih bolong ya, masih siap diulang ya. Insya Allah. Karena ini apa surat umum ya, surat umum yang sering kita baca, yang kalau misalnya kita hafal itu lebih bagus. Jadi jangan pernah menyerah, nggak apa-apa mau diulang berapa kali kan, nggak apa-apa ya, Gak apa-apa ibaratnya ya, sahabat gapapa. terus mengalir seolah Terima kasih. sampai benar-benar khalas ya. Tergantung Amin. permintaan, kalau ini ditawarkan mau diulang lagi atau mau lanjut tergantung keyakinan diri. Mau diulang soalnya masih Oke. super balik tengah-tengah. Masya Allah, semoga mungkin ya nanti. Insya Allah. Ya, cukup ya. Sudah lulus semua, Ustazah. Alhamdulillah, khalas ya untuk hafalannya. Memang luar biasa ya untuk penghafal-penghafal Al-Quran ini. Masya Allah, sedang berjuang di jalan Allah ya. Jangan pernah menyerah mau berapa kali pun ketika kita menghafal, sudah dihafal, lupa dihafalkan lagi, lupa lagi dihafalkan lagi ya. Tapi Allah memberikan pahala terbaik insya Allah kepada kita, itu bukan dari seberapa cepat kita menghafal, tapi dari prosesnya ya. Tidak ada yang sia-sia ketika kita program dari program menghafalnya, dari ayat yang kita bacanya, dari perniatannya, dari semuanya Allah pasti insya Allah limpahkan pahala terbaik buat kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah ya. Alhamdulillah, kelas murajaah kita di subuh ini selesai ya, khalas. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan di dalam mengoreksi bacaan. Insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika kita salah ya di dalam membaca Al-Quran, dan semoga Allah juga senantiasa memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita, keistiqomahan ya untuk terus mempelajari, menghafal ya, dan mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hidup mulia dengan Al-Quran. Barakallah
Kita akhiri ya, silakan dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiki barakallah. Jazakillah khair ustazah. Selamat berakhir pekan umat semua ustazah. Akhir Jazakillah khair. pekan ya. Ya, Masya Allah. Izin and meeting ustazah umat semua. Ya, silakan. Sudah lama naiknya.